وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. هذه الأمة أمة الواحدة صاحبة الرسالة الواحدة والقبلة الواحدة والقدس الواحد الذي ينبغي أن يحافظ وأن يجاهد في سبيله كل واحد. 1000 رجل من حفظة القرآن الكريم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها دفاعا عن أرضهم وبلدهم ودفاعا عن قدس الأمة ونيابة عن أمة ملياري مسلم. وليتهم سلموا، لا أقول من عدوهم فتلك طبيعة المعركة، ولكن الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وكأنه بيننا الآن. أنا لما أتلو هذا الحديث، لا أدري أنت عندك خيال واسع ولا لا، أول ما أتلو هذا الحديث مباشرة في صور هؤلاء الرجال تأتي أمامي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، اللي هم المطبعين وأصحاب الغتر اللي طالعة تفت في عدد المجاهدين، لا يضرهم، لا يضرهم. شايف الكلام؟ سامع كلام سيد الأنام؟ بيتكلم عن مين؟ معقول بيتكلم عن علماء السلاطين ولا الغتر الخيبانة ولا الأصوات المستأجرة ولا الجيوش الصدية ولا القيادات العميلة ولا السكرتارية التي تحمل لقب الفخامة والزعامة؟ أبدا، الزعامة والفخامة في هؤلاء الشباب.